يعني ما اخذوا بنات ناخذوا الشباب ما ادري ليش مثل بنات الو هلو تمام هسه هلا ابو جاسم شلونك هلا ومرحبا هلا وعيني تكبيس يا اخوان تكبيس الله يا الله جمال لو هاي من هاي قدام هاي فوفو والله ها هاي فوفو اللي قدامنا شوف شوف اسمع اسمع رجعت رجعت هاي فوفو والله اسمع سيا الله عرفت الله شو طوني مسدس شباب طوني مسدس علقت يمي عمودي البس ملابس رايح المحكمة لازم رسمي تلبس ماجلها انا ها هذا شو اسمه مستاجرها هذا عمودي مو ملكي هالملابس الله وكيله والله عشان محكمة يقولون انتم رسمين نفوز القضية شلون حمودي هيك ملابس تدخل المحكمة ملابسك مو حلوة هذا على الاقل اقول له هذا عراب مالنا لازم يجي يدخل يجي منو عراب يجي عراب ما تعرف شنو العراب اوكي يعني بدون تفاهم اقعد بم اصطوني مسدس انتوا وجيبوا لي تيف ودهش هذول جيبوا لي اياه كفو نادي قاعد تغسلين سيارة انا منظف السيارة وسخة شوي منظفها اي بس مو والله يابا شو عندك ليش عندك كلين كيت عندنا بالويست كوست اترو واي ويلي يا الله اوه سيارة تيفا شوف هذا السكران هلا هلا بالمحكمة شباب منو ذيك الجيب هذول هل تسوي ليكون الشرطة هذول اقول بسم الله توكلنا على الله بسم الله يا الله اجل لحظة الحماس يا الله تبارك يا الله بسم الله بسم الله طوط طوط السلام عليكم هلا بسم الله الرحمن ايام اخ هيا نتيفة اخ فوفو لا اترى وين نتيفة وين هيا هذا شوف هذا الشمال يطاركم القاضي القاضي شغل شغل ريح انت اكبر مجرم يا تيف راح اخذ حقي اسرع وقت ان شاء الله ها ها فوفو مواطنين هلا 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 هذاش هلا نعم نعم شرطي ما ليش تحكمون برأيكم له؟ إن شاء الله شكرا أسف نعم إن شاء الله إن شاء الله أسف من نمك أخ من نمك أخ شفتان شفتان؟ وادي زمتان إن شاء الله يسوي هاتي شلون؟ وقوف وقوف نعم نعم وقوف قال المحكمة تشكع الإفون؟ يا الله وقوف أدري شنو هي؟ وقوف شلون عصابة مخربطة حتى مع يعني يعني من كثر ما عصابة تيفة مخربط ما عندهم محام ما عنده واحد يدافع عنهم ما اعرف انا ما اعرف انه عصابه ولا لا انه سامحني دقيقه انه كل شخص يدخل هنا هو بريء حتى تتم ادانته اوكي اكيد اكيد ما قلنا بس انا بالنسبه لي اريد حقي هو مجرم ما قاتل ما تخاف اذا عنده المحامي تبعك عنده الاثبات الاثبات يدين الشخص هذا المدعو تيفا راح يدي حقه وانت تدي حقك اوكي ان شاء الله خير من ابنك من ابني من انت رسلت الكلب علي ما تتذكر قبل كم يوم كتبت ثعلبي كتبت ثعلبك انا ما بقتل حيوانات ولا بقتل البشر انا انسان مو قاتل بلا بلا انت مجرم واعضاء كل اللي معاك مجرمين هذول الاشخاص كلهم مجرمين اول مره بشوف هذا اتهام ما سجل سجل يتهمني لا صح عندي قليل عندنا دلائل كله مواطن خليني اتصرف معه تصرف معه يلا شيل الماسك خليني اشوف وجهك مواطن قال ماسك شيل ماسك شيل شيل القناع على وجهك خلي نشوفك خلي يفضحوك شيل القناع اللي بوجهك انا مو امرك بس الشرطة احترم المحكمة ليش تاكل ها والله لو ما المحكمة والشرطة كان هسه مدتك بالقاع انت واللي معك بس اريد اخذ حق طيب شفت لبسك لا لا ايش على لبسي شو اللبس يا هاي هذه عائلة شو شو اللبس عائلتي راح تصير عندنا فلوس قريبا ان شاء الله خلاص هلا هلا روح فوت جوا يلا باي باي يضحكوا علي يضحكوا شباب هذا حاله ها يلا ها المجرمات الله احنا بريئين طرد اطر ايش ناس شرت هذا اللبس حبيبي انتوا اليوم تطلع المحكمة اها بريئين هذول البنات
بنات نحن مستوين الشيء. وشالوا القناع. فوفو ثقي بالله انت اكبر منك. شالوا القناع ويا هلا باوع وجهك باوع عتيب. شوف الوجه هذا وجهك ما شاء الله مشكله انت حلو. شوف الحلاوه حلاوه. شوف لبسك شوف لبسك حلاوه. وقف 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 وقف. هاي منو هاي تحكي؟ هاي روح مكانك روح مكانك القاضي. هذا شيء قاعد في جماعتي هذا ممكن تعرف نظام لازم نظام في المحكمه. شكرا شكرا. روح لبكا ما محترم المحكمه. حلاوه هذا منو؟ حلاوه هذا منو؟ قاضي قاضي الحلو بس ثواني ابي هذا من بس يدعم شو خلي باو علي ابي سبحان الله لا براس ولا اصبع يا الوصف لا ابي بس امريكا دكاني تروح فدوه للقاضي. شوف القاضي ايش قد حلو. شوف القاضي ايش قد حلو. تروح فدوه للقاضي. هدي يا ابي خلاص عمي قول يلا قول يلا عمي انت محامي مو متنمر. وين ابلش اتكلم؟ بدايه القصه من الاول. دقيقه قول بسم الله. بس اشرب مي. اشرب شربت مي. دقيقه اسمح لي اشرب قطره مي. اعطيك ما يعطيك شيء يعطيك اي شيء. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اترو ركز 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 يا الله راح اسحك طبعا. الله عليك. اها يا الله. طيب شوف وين ابلش وين ابلش وين ابلش امير وين كنا. أول شيء كان تيفا مدعي رئيس العصابة المجرمة توفيق. تيفا صوتك لو سمحت. أوكي أنا سامع. جبرمي ما أنا يخليك يشوشني يشوشني آسف يشوشني الأصوات. أوكي خليني أتكلم. أول تيفا توفيق هو اسمه حقيقي توفيق مدعي ملقب ب تيفا أو تيف. هذا الشخص كان صديقي من زمان سنين. كنا ناكل ونشرب سوا ننام سوا نطلع سوا أخوان دم واحد توأم فلوسنا شكرا على الكتابة أكلنا مالنا كل شيء نتقاسمه بالنص. يوم من الأيام نعم عندنا نادية أبو جاسم أمير هذول عائلتي. خبرت تيفا أنه خلينا نكون في منطقة واحدة نعيش سوا نبني منطقة محلة صغيرة زقاق يكون يتكون من 8 إلى 10 منازل نعيش فيه سوا لمدى الحياة لحتى ما يصير عندنا أحفاد. تيفا سرق ممتلكاتنا وهرب ولكن الحمد لله نعم الحمد لله بنينا سياج لمنطقتنا بسبب تيف. سويت مدينة داخل مدينتنا السياج والسبب كان هو تيفا وعصابته. قام تيفا سوالة عصابة والعصابة تكون من الإناث والبنات والشباب. أوكي. الحيوانات لا تنسى. وأيضا بالضبط تكرم الحيوانات أيضا من الكلاب والقردة وإلى آخره. نعم. هذا صعب هذا. نعم هو كان. يعني إنه روض القرد أصعب شيء إنه ترويض القرد. ويا قرد شمبانزي هاي شو يسموه هذا والله ما أدري بالضبط. إيه ف عنده كلاب النوعية البيت بول والكاينين. خليني أقول لك قام يبلش يهجم علينا بالليل وبالصبح. شلون يهجم علينا؟ عندي فيديو يم أمير ميموري مسجل. كانت تصور زميلتنا نادية من العائلة البنيار. وقدموا الفيديو للمحكمة وشفت الفيديو. شفتوا الفيديو. بس كانوا بالسيارات كانوا بأسلحة بيضاء حابين يدخلوا على السياج. تمام. هذا الفيديو اللي قدموه. بالضبط. أتوقع الشهادة من المستشفى ابني تعرض للعض من قبل الكلابهم. تكرم كلابهم عضوه أمام الكاميرا. وابني لحاليا. دقيقة راح أجيب الورقة وأجيب. تمام. روح عندي للبيرو تاعي جيب لي السيرتيفيكا برك تاع ولدو واروح لي في البيرو ورقه بالضبط بالمستشفى سيرتيفيكت بالضبط. المرسيدس انا امتلك سياره مرسيدس موديل 80 90 لا اعلم. بالفيديو والصور ارسلتها للضابط الشرطه اسمه جعفر اذكره بالخير. هو موجود عنده كل الدلائل انه سيارتي تعرض الى العصا شو يسموه شباب ضرب لا العصا بالبيسبول بالبيسبول بالضبط 6 اشخاص بيسبول بات يس بيسبول اي مو الجولف البيسبول نعم. تم تدمير مركبتي
والتكلفة عالية جدا. ومثل ما قلت لك اتعرضت ايضا للحادث انا، ضربوني بيسبول على كتفي، على كتف ابو جاسم دي فدوش كامير، تعرضت للطعن ببطني، عندي شهادة من المستشفى ايضا موجود فيك تبحث عليه. يعني اعطيته، اتوقع عائلة اي تي ار انهدم خلاص، لا نقدر نطلع. اقطعك تفضل تفضل. ليش ما تقدم بالدعوة من قبل؟ امتى صار لك هذا المشكل؟ هذا المشكلة يعني فورا متعرضنا للمشكلة، الله وكيلك فورا دخلت الشرطة الى مدينة، تدخلت فورا عندنا عند المنطقة. اوكي، يعني هما تعرضوا لكم مرة واحدة واثنين؟ لا متكرر كل لحظة، الصبح والليل يعني. متكرر يعني ما دفعت الدعوة القضائية ولا الشرطة ما عملت عملها وحمتكم ولا كيف؟ الشرطة ما حمتنا كثير. لا 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 خليك نايب بالوزير، نايب الوزير انتو معلش ما تحموش السيد، نورمالمون هي خدمتكم، لازم هنا السيد تقدم لكم بالوحدة، لازم توقفوا مسخرش. خليني بعد نتفاهم معك، كمل لي. تمام شكرا مواطن. آسف، خليني أقول لك أحكي الصراحة، أنا الشرطة حمتنا بالنهاية، كانت تجيب مركبات. أوكي. ثلاثة تحمينا عشان نروح مركز الشرطة، بس إذا نروح الماركت ولا نروح عند الحلاق ولا نروح المدينة ما في أي حماية، كانوا يلاحقونا بسيارات جي كلاس السوداء أو الحمراء فيها يعني عصابة تيف، كانوا يراقبونا. الله وكيلك كنا نخاف نطلع من باب البيت، وشي الواحد كان يحمينا الله ثم السياج، هذا هو بالآخر الشرطة. يعني عائلتنا انهارت، ونطالب حضرتك انه تلقي القبض على عائلة فيها نساء، قلت لك نسائهم نار يشتعلون، شبابهم يبعتهم جواسيس وراهم. راح نشوف، راح نخلي المحامي دور المحامي يحكي ونستمع القصة. اوكي تمام، بس لو سمحت اخر افادة بدي اقولها. يلا دقيقة بس. تمام شكرا. اوكي خلي سجلها. اوكي ايوه اخر افادة. اخر افادة، تخيل 9 الصبح 7 الصبح 12 الظهر نطلع امام يم السياج، بنشوف سياراتهم تحت الاشجار تحت الـ 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 كل اماكن يراقبون عليكم، يعني عملوا لكم مراقبين، مراقبة يعني جسسون علينا، جسسون علينا بارك الله فيك بالضبط. فيعني ونطالب بالتعويضات، وانه خلاص ما لهم اي فرصة انه يعيشون بين المواطنين هؤلاء المجرمين تيفا واتباعي. ما في، شكرا لك. بدونا بالقتل اكثر. خليني دقيقة راح اشوف ال اصبر. اوكي انا تعذبت شهر، واسف على لغتي ولهجتي العربية الفصحى المكسرة، انا افهم كل شيء ما تخاف. المهم رسالة، خليني اشرح. هنا بالشهادة الطبية يقول انه ابنك تعرض الى عضة من فم كيناين. كيناين نعم، وكانت العضة على فخذه. نعم. لكن شال نصف فخذه من ورا. لا لما دخل والله الجهة اليمين، لكن انياب كان له نص كيلو. يا الله. اوكي محامي عندك ورقة تثبت ملكية كلب ولا كلب؟ نادية تريد تحكين شوية؟ تعالي نادية تعال. قاضي نعم، اسف على مقاطعتك، هل تسمح لزملائي ايضا عندهم بعض الشكوات؟ هل يمكنك؟ خلينا نكمل ونستمر. أكيد أكيد. المحاكمة راهي عليك. تفضلي نادية شوية يمي تعالي. باي، هاي أنجلينا جولي. هاي لبسة من أنجلينا جولي. والله أنجلينا عباس. قريباً السجن، قريباً فوفو. أنت واللي يمج. أيوه. سجن. مؤبد. يلا خلي المدعي، خلي البوكل تاعك يرجع. أوكي. آسف. يلا احكي الإفادة اللي عندك. نعم. المدعوة نادية أي تي آر. نعم. تفضلي نادية. السلام عليكم حضرات. وعليكم السلام. انا تطورت كل شيء بالكاميرا تبعي. اوكي. لقيت كل الشهادات للشرطه. اوكي هم جابوها لي. الكلب حتى لو كان معه اوراق او شهاده طبيه او اي شيء ما بعرف. اوكي. هذا ما بيمنع انه هو تيفا ومتصور. ممكن تعدلي صوتك؟ اسف على المقاطعه. صوتي تمام شكرا. تيفا متسجل قال للكلب اتاك، يعني اهجم، يعني هو اللي حرش الكلب. هو حرض الكلب، حرض الكلب على ابن اخي اترو. ايه اوكي يلا هاي راح تفوت له بالسهل. يلا حاجه ثانيه، خلينا دورك نخلو محامي المدعي عليه يتكلم. اوكي تقدر ترجع مكانك. شكرا حضرتك. لدي الدوشكه ايضا لو سمحت.
يلا خلينا نتصل فيه وبعد نعطيك محامي نعطيك القول. اوكي طب اسف دوشك قلبي جد احكي اللي بقلبك ما حد انا ما بقاطعك شر دوشك شويه احسن حالك يعني مو تتصنع ولكن فهمتني نريد نفوز يلا مساء الخير يا حضرات مساء النور يا الله يا الله انا تعبان يا حضرات تعبان كلش تعباني من ويش تعبان وخايف صار معي توحد عقدوك عقدوني شوي نزلت تحت كم عمرك انت كم عمرك انت انا عمري 21 سنه 21 وعقدوك عقدوني هذول المجرمين صاروا من انام اشوفهم يجوني بالبنام تخيل يعني اشوفهم بالحلم لا تمشي لا تمشي اخوي لا تمشي لا تمشي give me hug give me hug برادر اوكي حضرات تخيل كل واقفين على الباب يجي ما في ضحك ما في ضحك في المحكمة اسف سامحني لا تضحك يا اخي hug me اسف I love you too oh there is some rainbow right here behind you okay لا يا أكون واقف عند الباب يجون يقولوا لي إذا تطلع رح نقطعك بالسكين يعني تخيل الكلاب الوحشية تخيل والكلب يقول له بوتي 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 عضوا هيك ما رح تروح ليهم ما رح تروح ليهم بالسهل يعني إذا بدك أفرشيك عضي من شو اسمه من هون من وراء من وين من وين عضوا بدك أفرشيك أجي فرجي لا تفرجي في بنات عيب لا تفرجيني حبيبي بنات بنات دوشكا بنات بنات دوشكا غبي دوشكا بنات وسع فرج يلا تأخذ شفت قاضي شافه خلاص تأخذ بعين الاعتبار شفت أخذ لي ربع كيلو لحم هفر شنو هذا ربع كيلو أقول شنو هي بس قل لي يعني اكلوا يعني اكل لحم يعني اكلوا اللحم وتركوا العظم ولا شو ربع كيلو اخذ مو حرام ربي يخلف عليك ان شاء الله المهم يا حضرات اتمنى تشتغل بحق وتعوضنا عن ابو جاسم عندنا ايضا اسف سامحني كم عندك من شهد اي والله عندي ابو جاسم بعد خلينا راح نتصل في الشهود راح نتصل فيهم طب اخر واحد يلا خلي اخر واحد ابو جاسم بعد قلبي تعال قلبي ويلي اجي قلب اليمنى دوشكا وانت اليسرى اقصد نيكم يوم تعال اتهم قلبي تعال يا الله يا الله يا الله ابو جاسم اخويا ابو جاسم احكي لي انك شاهد على خليك ثقيل بالضبط خليك ثقيل مثل الشاي العراقي تفضل اخويا كبير خلي يقول لي تكلم مع مدانة لا قول اسمك انت لازم اجباري لازم تذكر اسمك للقاضي بالمحكمة انا اسمي عمري فلان 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 كذا كذا اجباري حسب القانون دولة اقول تفضل نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله انا اسمي ابو جاسم وعمري 39 سنة ومن العراق يا الله انت مع قدوك نعم انا كنت مع اخويا اترو الدوشكا ونادية وكنا بالمنطقة وما عقدوك ولا عقدوك والله ملخوني والله ما خلوا شعر بجسمي ما شالوا اسف قاضي اسف ابو جاسم مقاطعتكم اخواني الكبار اخذوا ابو جاسم يوم واحدة ليلة واحدة يعني اخذوه يعني جربوا فيه جميع يعني زينوا شعره وضربوا اعتدوا عليه شو شعره ما خلى شعر بجسمه جسديا وعقليا اعتدوا على ابو جاسم ابو جاسم 39 سنه شعره مركب نحن كلنا مركبين كلنا مكياج وفلاتر يعني هو كان خشن زلمه تخيل 39 سنه اخذوه يوم واحده ورجعوه انقلب يعني رجع ملون ايه كان فاقد الذاكره هسه رجع حضره القاضي كان طالع تخيل 39 سنه وزلمه كبير شوف صوته وزلمه خشن جد يعني جذاب يعني هذه ما يقادر يعني هذه ما قادر عصابه يعني ما ادري عصابه قلبه مو يعني حضره القاضي انا كنت طالع من البيت اروح اجيب مسواك لعائلتي يعني جهالي اوكي طلعت للبيت اشوف سياره وقفه ويمي وواحد خطفوا يعني انجيلا جولي خطفوني ايه خاصه جدي بنت صدمتني قالت شلونك حياتي قلت له انا متزوج اعتذر قال ماكو تعال يانا نفطر قلت له ما يخالف
المهم اخذوني للجبل منطقة بعيدة. شو عندك؟ وضربوني ملخ لك ما خلوا بي عظام. اقسم بالله رجال ايش كبراتي كنت تبكي. اسف ما تبكي انت رجل ما تبكي. يعني حتى قلت والله لا اقول لاخوي اعطيني فلوس. ليش اعطيك فلوس؟ سوي بك شيء ليش؟ اي والله اخويا والله لا اقول لاخوي. لا خلاص لا تقول لاخوك انا اخوك انت اخوي الكبير انا اتكفلك ابو جاسم. اعطيني خشبك 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 تعال بالعائله يعني بتشيتنا ابو جاسم. تعال ابو جاسم give me hug حبيبي يا ابو جاسم. تعال عم تعال ناخذ ان شاء الله ان شاء الله. انا رجال 39 سنه ايش يسوون بي؟ ايه والله انت حلو. تعال باو علي اخوي تعال سو سو بك اخوي ايش سو بك؟ لا والله صلخوني يعني ما اخذوا بنات ناخذوا الشباب ما ادري ليش شباب مثل بنات. تعرف ليش؟ والله يجي الله منك ابو جاسم. أشوف أتكلم يلا الحين ارفعوا يدكم وأقسموا لي بالكلام اللي حكيته والله صح والله صح بس في عدنان آخر شخص عدنان إذا عدنان ما آسف آسف سامحني أدري ما تغلطش عدنان هذا شوف عدنان باقي قلبي تعال يا عدنان شرف العائلة ما بقى إيش كل واحد ماخذين مغرينا بدايه ما بقى لنا راح شرف ما وقع من جا شرف العيله راح كله راح دشكم عظيم صفحه ابو جاسم ماخذين زيني بس الكلب او ما مو مدرى انا عضني الكلب او مشان هيك انا باكد لك او انه مو امان هلا صار يعوي ما هو داعي السلام مدرى بس من شخص غريب يعني شخص لك لا هو ما اخذ لقاح حاطه نعم هو الكلب ما اخذ لقاحاته لا انا صار معي داعي كلام اخذ لقاحات التقرير في التقرير في التقرير الطبي عنده لقاح الفيترينيريان اللي عملنا التقرير عملنا باللي عنده لقاح وعنده الكارني يعني كيف نقول الكارني زوجتي يعني كيف افهمك يعني مثل متزوج بثعلب لا يعني شو دمها حق ثعلب ايه زوجتي يعني يا اعطتني هذا الثعلب هي قصد صار دخيل ما نخسر لا ما نخسر انا ما يحق لي اتكلم يطيل لك كلام يعني قلت لك ثعلب المكار هو التيف ما حد يقدر له بس ان شاء الله ان شاء الله لا مستحيل نحن ما سوي ما سوينا له شيء بالضبط وانا ما اقدر اقاطعه لان حسب المحكمه ايه يحكي للصبح ما عنده فوبيا من القطط لا 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 ابو جاسم ما عندهم دليل احنا ما سوينا شيء سوس هلا والله ايه وعندي شهود انا هسه اجيبك جماعتي ما يقدر ما يقدر يكون انا حبيبي انت الهضره تلفتها لي عارف كيف يعني تعرف عندي الحق يعني فيلم الهندي الطفل ديالو يعني الطفل يعني ليش يعني انت في امل تطلق الكلب تاعك على ابنه يعني ما اطلقتوش انا ما اطلقتوش ابنه مش راك حاب تفهمني اسكو راك حاب تفهمني باللي راك خليني افهمك بالعقل معليش اسمح لي بصح انا زعفت كيفاش هو يطلق كلب على ولد السيد تقول لي نجيب حق ما طلقتيش ما طلقتيش في مدينه القانون يا رب المؤبد يا رب دقيقه بك سيد القاضي دقيقه يعني الطفل تاع اطرو اوكي كلبس اللبس يعني تعقد عليه فهمني وقناع تعقد هايا وكما قال لك تيفا بلي الكلب ديالو عنده فوبيا تاع قطط هذا الشخص بالنص يدافع عن تيفا هذا البنص قاعد محامي محامي تبعه في المنزل ولا راك فاهمني قال نحن عندنا اثباتات هم ما عندهم قدم فيديوهات قدم وثائق قدم شهاده طبيه لابنه قدم يعني كل الاثبات وعجبني هذا المدعي اطرو يعني انه كان قادر يجيب حقه بيده لكن ده راح للدوله وامن باللي الدوله هي اللي تجيب له حقه وجال عنا نؤمل ان نكونوا ما نخيبوش هكا ان شاء الله نكونوا ما خيبناكش راح نعطوك حقك باذن الله يلا تروحوا تقعدوا المحكمه تدي استراحه دقيقتين استشير معها مع الوالي والي الوالي والدي مدينه إيليت وارجع لكم تمام تسمح لنا نطلع خارج المحكمه ندخن سيجاير يلا روح شكرا وانا عندنا شاهد محامي داش راح تدفع الثمن داش تعالوا برا تعالوا مع الشرطه داش تعالوا شباب خلينا نروح ناكل شويه برا تعالوا طيب
نروح ناكل شباب. شباب ادعوا لنا يا الله، ادعوا لنا خلينا نروح ناكلنا. هسه راح النتائج حمودي بعد شوي نتائج. يا رب يا رب كل هالعمل الجاري يا رب ان شاء الله. ان شاء الله نطلع معانا فلوس. شباب النتائج بعد شوي. هذا متمدد هنا. ما هذا واحد مشرط. هذا دهش وين رايح؟ هذا دهش وين جاي؟ تعال دهش. والله لا تتفاهم، مشكله هسه حاليا هو مو مجرم ما متهم. ليه ما يتهموا؟ لا انا التفشوار بقى والله دهش. والله لا تشوفه والله راح تدفع الثمن. شو شوف؟ استنى انا بس شو شوف؟ شو راح تشوف اذا ما اخذنا القضيه؟ انا ما اخذت القضيه والله ما تفهم. انت ما كنت تاكل تشرب معي دهش ما انت هذا طردتني. انا طردتك طردتني واجاني المسكين تيفا اخذني. مسكين تيفا هذا ورحت قتلت المسكين تيفا. باو على نفسك، باو على نفسك. شوف لبسك، لبسك ابيض هذا اكو بني بشر. هذا كله من وراك. شنو من ورايا؟ انت عفتنا احسن من الشورت اللي لابسها. شورتي شورتي احلى من شورت. هم صدقت. اسمعني اقول لك رقم 3. حضرات 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 آلة جارحة. قاضي قاضي آلة جارحة. قاضي تيفا شايل آلة جارحة. الله تا اخ بطني رجلي يا شباب. شفتوا مش قادر. اي صح قال حق. شفتوا اللي احنا شفناه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كانوا حابين يحقروا لي صاحب. حابين يحقروا لك صاحبك؟ تسمح لنا بالكلام. اخ والله انا ما عملت شيء. شفت انا شفت الكف. شفت اللي ضربوا والله ضربوا كف قوي. الله صرعوا بكف اخذك عدنان والله قوي. شفت اللي انا شفته ضرب الشفت الكف بم عدنان اخذ. والله انت مرات عدنان ما تقصقر والله بالله هيك عشرة. محتاج محتاجك تحتاج قائد لعصابتكم. تمام شباب ثواني اسمع. لا تروح لا تروح. لا هم عينكم علي عينكم. انتبه انتبه. اريد تمام. تعالي يلا ثواني. تعالي يمي. تيف تعال تقدم. تيف اسمعني. خلال اترو اكو طلب. تفضل طلب. لا تحكي على البنت. ايش؟ لا لا مو على البنت. شباب اللي معي بالعائله العصابه يقولون نريد ابو جاسم. تيفا خوفتني خوفتني تهديداتك. اوف تهديدات ما تخوفك ابدا. بعدك ما شايف بعدك ما شايف عنا جماعه سعد الحلي. طبعا والله راح تندمون. والله والله ما تخوف بزونتي. شوف هاي ام العيون. شوفي هاي هاي هاي. تعال تقدمي. تعال 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 فكك منهم. تعال تعال تعال. بعد تدري بعد خمس دقائق عشر دقائق اروحي نشوف. شو تشوف؟ راح تروحين السجن. روحي نوريك. انا ما تخلي انا كل شيء ما سويت. بلا انت سويتي اللي انا وصديقتي. إيه؟ انا وهاي صديقتي تشوفها. اشوفها. يلا روح المحكمه يلا. ايه بس بدنا شويه اكشن مش اكثر. صورحنا روحي نوريك حجم الحياه. اكشن علي. سويتي ما بس اكشن. سويتي بناء ام بي سي دراما هوليوود. كل دفيها يعني ما شو منو راح يلا. تمام تمام. محامي يا محامي عندهم يقول تقول تقول عندي من يدفيني. متدف من بنات شباب ما ادري. الله لابسه احسن من اللي عندك. رح تشمع القليله البنت. اي اي اخ 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 تيف اخ منك. رح تدفع الثمن. رح تدفع رح تدفع. تعال تقرب على الناديه. ها مع صديقتك يا فوفو. تعالي هوش يا ابو هوش هوش هوش. فوفو بتصدقيني راح اقل شيء سنتين راح تروحين السجن. لا هسا اذا افوت سجن يا عطرو شلون نحط ميك اب؟ ايه بالسجن انطوش ميك اب بس ميك اب بشكل ثاني. ما يعطوني ايه ميك اب مالتهم مش حلو. بالارض مثل الفحم وسخ. فحم هذول الشغلات والله بتضربي بعيونك كحل وما كحل. ميك اب الدنيا ما يصلح وجهها. شوف شلون والله تخوف. يلا راح يدفعوني الثمن. يلا هيبة من نمشي ضباط تخريج العسكرية. اوف ضرب. اوي شفت شفت عم يعتدي عليها. تيفا دي يضربني. من هذا يضربه؟ تيفا تيف. طيب نسمع القرار شباب. ابو جاسم جاهزوا حالكم. جاهزوا حالكم قبل جاهزوا الرقصات اذا الا جاهزوا دقيقة. جاهزين فد شيء. تمام. شو شغل يا الله شو شغل؟ اكو دي جي ماكو سماعة. سماعة حضرات ما عندكم سماعة هنا؟ إذا فزنا القضية في سماعة. لا في مزر في شهود لجماعة تيفا. ها فكرت في سبيكر عشان نرقص إذا فزنا. ما في سبيكر شباب. أحد ما في أحد عنده سبيكر.
اذا ابو جاسم شغلنا شغلنا بالتليفون القاعده هي قاعده هذه وشنو هذه لا لا خلاص 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 ما حكيت شيء حفت فيفا شباب هذه محكمه ولا لا ما فعل اتصل 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 فيفا اتصل بالشهود شو تعالي فوفو تعالي دقيقه محامي تعالي تعالي احكي لهم مما هذا تحرش أسف. ايه هسه برا هذا انا ايه ايه انت ايه يروح عن صديقتي ويقول لها شنو لابسه بالله عليك تحرش في صديقتي يهمه انا وش لابسه وما نقبل ما يهم عندهم دليل ما عندهم دليل احكي دليل مثلنا عندكم تعالي تعالي ام الاسود اسف على المقاطعه عندك دليل انه انا قلت انا عندي دليل انا قدمت دلائل من اعتديتوا علينا بس انا ايش قلت لك انت حريتك لا علينا شوفي شوفي اسمعوني دقيقه انا ما اقبل هيك فهم علي شوف معليش خلينا نتعامل خلينا نكمل الحكم تاع القضيه اللي فاتت اللي حبيتوا ترفعوا عليه قضيه تحرش نقدر نسمعوها بعد القضيه يا عادي كي. ما بدي قضايا كافي يلا اذا عندكم اذا عندكم اذا عندكم شهود سينو ما عندكمش تقدروا كل واحد معليش صح اسمعني قاضي اسمح لي يعني هو يهمه اذا انا حيجيني برد ولا ما يجيني حيدفيني انا ما دفيش ما يهمه يعني ليش اكيد ما دفيش ما احتاج اصلا ما احتاج يعني ليش تسوي في لبسي لبسي عادي يا بعد حبيت لبسي انا انت ايش يهمك في لبسي انت حبيتي لبسك اني ما حبيته صح حبيت لبسي احنا كلنا حبينا لبسك يا الله لبسك المحامي قام يسحب لبسك عاد انا خايف عليك بعد عيني انا خايف عليك اخاف تبردين بس هذا ولا اكثر انا ما اتدخل حريه اسف على المقاطعه ام الاسود او عيوني يا المكحله يا الغراب اني شوفي شكرا شكرا خفاش شكرا ايوه يا قاضي يا قاضي يقول غراب جنبك لا لا ما قلت غراب يعني انت حلوه يتنمر ما تنمرت هو لا لانك اسود كمل القضيه الاولى طب اسف بس يلا يلا شوف يعني انا ترك كل القضيه وكل شيء اجت عم تحكي عن ها بنات يا اخي كنت انا مفكر انهم عائله انت وين كنت متى كنت معه كنت معاهم مع اترو مع عصابه يعني وقتاش قبل فتره أوكي. بعد ما اكتشفت انهم عصابه بدهم يقتالوا المسكين تيفا انا رفضت اني اشتغل معاهم يعني كيف كيف يعني دزنت ميك اني سنس يعني كيف يقتلوا تيفا بالغلط وتيفا هو صاحبهم كيف يقتلوا لا مو صاحبه ما كان صاحبهم هو كان عدوهم فانا من شفتهم يريدوا يقتالوا رفضت قلت انا ما اتعامل معاكم فمسكوني انا وزوجتي ضربونا ورمونا بالشارع فاجاني المسكين تيفا واخذني من اخذني صاروا بدهم ياخذوا حقهم من تيفا وصاروا يجوا عندنا على المنطقة ويحاولوا يدخلوا على البيت فكل محاولتهم كانت فاشلة ما قدروا يقتلوا زوجتي كانوا بدهم يعتدوا عليها اي فسببوا لي ازمات نفسية ومعنوية ودمروا حياتي وهذا حياتكم لا تمثل لا تبكي كلكم جود تسمع البكي والله تمثيل تمثل داش لا هذا صديقي محايين عيد محايين هذا دليل راح تدفع الثمن والله داش والله تدفع الثمن تدفع ثمن يعني تدفع فلوس اسف يعني تدفع فلوس لا 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 تدفع فلوس لي لا لا بالعربي نحن ثمن مو ثمن احنا 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 في المحكمه ناخذ الكلمه حرفيا يعني هو ثمن يعني فلوس ثمن يعني فلوس هذا قديش دفع لك فلوس قديش دفع لك والله يلا خلونا نكمل كمل الحضارات نسمعك اخر مره تتهمني باني اخذ الرشوه اوكي لا ما اخذ رشوه بس انت قاعد تضحك معاه وجايبه وسوى لك فيلم هندي سوى جماعته وثاني شيء هذاك ما تعرف جسم اصلا ما كان موجود يوم تقدر اطرو جماعته تقدروا تقولون اطرو انا كمان تقولوا اطرو جماعته انا اوكي تعال معي تيفا صاير عندك يعني مثل دكه ما اعرف اطرو جماعته اطرو اقعد معك عشان اسمع متى نسمع كيف نسمع كيف نسمع قلت لك اقعد لا احتاج المدعو تيفا وحده يلا تعال هنا اخذوا مكانكم شباب عادي ابو جاسم يا المزيون ابو جاسم يا المزيون يقول لك تيف واي وتقبل انت قدامك ايش يقول محمود ترضى على اخوانك الشباب ترضى لا ما تعرف دش شنو السبب اذا اي شيء تكلمت يمكن راح يرفع ضدي بالقضيه وراح يتهم علينا فلاني لازم الصمت وماسك اعصابي بس خلي اطلع برا المحكمه لا نطلع بس اطلع برا بنتفاهم اخ تعرف شو راح اجمع بس ثواني
لا يسمعونه. بس خليه يفوز. بس أربعة أشتري سيارة. بس أربعة أشتري سيارة. أنا مو بس أريد، أريد أرجع كرامتي. ترجعك كرامتك حمودي قوية راح. راحت خلاص. الله يصبرك أبو جاسم. يلا ساطيت. هو هذول البنات مسطحات هنا بلقى متعودين طبعا. شدوا بدب علينا شدوا حي حي. ها ما بدلتي ملابسك؟ معي خمسة سن. خمسة سن. تبين اغيرها؟ غير ملابسك؟ لا تتحرش فيها. ما تحرشت. ما جنب الشرطي. جنب الشرطي. عاد اقول لك مو انت مو بردانه؟ كفو يا شرطي انت شاهد؟ انت شاهد؟ مش واحد يحكم بلاصته هي. شاهد شاهد. شرطي ايش قلت؟ قلت البنيه مش بردانه؟ ما قلت له شيء. روح بلايسكم، روحوا بلايسكم. عطوا تعال اسمع الحكم. اسمع الحكم يلا. عثروا. نعم 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 شرطي جيتك. شباب. تعال تعال. تعالي نادية. تعال ابو جاسم. احنا حكمت المحكمة على المدعو تيفا. بالسجن 6 أشهر لكن عنده حق في دفع الغرامة 50,000 دولار. زهق الحق وظهر الباطل. يا رب المستحيل. ظهر الحق. لا تخافوا. لا تخافوا. نعم. راضي هذه المدينة لا يمشي بالرشوة. لا بالفساد. كفو. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك. يا رب والله الله. يا شباب. 40,000. 50,000 دولار أمريكي. ليش تاخذ يمين يسار تلعب أمير؟ خليني أثق فيك. صليك. كفو. 50,000 دولار شباب جاي. كفو. بس ما دخلوا. 50,000. يا أبوي. عاش أمير. أطرو بس. مبروك أمير. مبروك أمير. مبروك. مبروك. كفو. تدري اللي داش كواحدة منك. رجع تمغني معك. ما تصير. أيوة. كفو. شو ناتي. عاش. روح. روح. أيوة. أيوة. لعيونك أطرو. 50,000. وي 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 وي. هاي حلال. تفحيض حلال حلال تفحيض من الخمسينات. فأكيد نعم. وأسلحة ضروري بدنا أسلحة. الأسلحة بالضبط حلوة هاشي. الأسلحة من نسرق بنك وروح نسرق بنك نجيب فلوس نشتري مسدس نخطف فيها واحدة من الشباب أو البنات عصابة تيفا بعد ما تيفا يطلع من السجن. والله ضروري. قلبي 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 أبو جاسم. الله على المستقر. حمود. يا الله يا الله. هاي اكو شوف فيها الموديلين اثنين. شلونك اللي يحب يعبر خط اليمين اللي يحب سيارة اليمنى يروح اليمنى واللي يحب يريد سيارة اليسرى اشتري يروح اليسرى. لا انا اقول اختار الجمهور شو يقولون. انا معوال ابداسم قديمة هاي قلبي شباب. هاي يا قديمة يا ابو يا حلوة يا بعد روحي انت. والله ما حلوة. والله هاي حلوة. اجيك اللات للعصابة بالدهائية هاي احلى فخمة للعصابة. هم اثنيناتهم حلوين بس هاي احلى. والله هاي هاي انا اي فخمة نادية. هاي هاي اللي يمي. بس حرف بي. اها اوكي. هذا انا بصراحة يدخن. شوف اخويا استاذ اخوي الغالي اخوي اني شباب سامحوني اراكم دائما بس شوف شوف العجلات يا قلبي. صح اترو العجلات. ابو جاسم قال اذا ما زياره خلاص. لا ابو جاسم لا تمشي خلاص ابشر. قوم قوم اخوي قوم. شوف عجلات قوم اخوي قوم. ابشر من الخشم من الخشم. شايف خشم؟ تعال تعال من الخشم. احنا شنو بلا خشومة هسه. والله حلوة. بس كان زي بسيطة اقول لك. انا اريد هاي. ما اقوم اذا ما تاخذها. بس تعطي. تمام يجيك. يا اخي يا اخي هاي مال جدي. انا اشتري لك انا اشتري لك بعدين. بس يا اخي هاي مال جدي يركبوها تركبنا فيها. شوف خديمة. من جوا هاي شلون. شوف من جوا شلون. والله تجنن. عطرة وربي هذيك يذكرني. ابو جاسم روح اقرا التعليقات. ابو جاسم اقرا التعليقات كله يمنى. ايه يمنى والله ما عم فاهم. لا يمنى. لا يمنى. عطرة تطلع من وجهها. عطرة تطلع من وجهها. يا سلام. اه هاي حولي. شو شلون تحزين؟ جاي يسحبوك. تعال تعال جيبوا له قفص. هاي مدعبل. دعبلكم. اوكي. 750 اي. اي صح. وهي الام 5 طراز 1975 فيها محرك في 8. في 8. محرك
فخمتي هي اشتريتها بالمزاد، اشتريتها بسعر غالي كثير بالمانيا، وكان عندي معارف لاني انا املك كازينو هناك. ما شاء الله. السيارة التقليدية. يعني عندي المعارف اللي يخلوني اخرج سيارة هاي ونزلها على مدينة إليت. فهم علي كيف؟ وهي السيارة فخمة، الثانية فخمة رئيسية، فيها محرك في ستة. ستة بس. سيارة حلوة كثير وتجري يعني في الطريق يعني مسرعة سريعة شوي. ما في فرق بينهم في السرعة. هاي سبورت وهي فخام وانت اختار. جايز تايسون جات حمودي فيلم البي ام ما يشبهه شان اي تتذكر؟ ايه. والله صدق شباب أوه. شباب بيني وبينكم تمام؟ انا شوف حياتي كله ما شايف من هذا النوع السيارة. انت بعدك رشامين؟ هذاك ايه؟ انت بعدك امير عندك رشامين مو شايف منه؟ ايه؟ هربا من الحرب العالمية الثالثة مرتت مرة يعني هربا من المتحف؟ ما بس امير هاي مجنزرة مصدايا هذاك الدش كذاك هذا 750 الله يرحم جنن العجلات وشوفها من جوا شلون بس متخمه امتى والله بيعرض ليلك والله والله سنيت ليلك شو نايم امين شوفني ورا بس تعال شوفني ورا بعش قدوته والله حلوه هاي البي ام يا شباب حلوه تغارون منها هسه ادري انت عندك ذوق رياضي اترم يحب سياره رياضيه يا شباب انا احب سيارات رياضيه هذا ام 5 تعلموني فيها فيها سيريات انا عندي بالحقيقه مشان ام 5 بالحقيقه مشان عندي ام 5 ب 2019 ادري بس شباب الطيبه مو هاي السالفه السالفه انه اخي اكو اختلاف بين رياضيه ورئاسيه فخامه واكو سبورت ما اعرف شو تسموه انتم تعرفوا من احسن مني بالسيارات رايي الشخصي حبيبي رايي الشخصي انا احب سيارات فخامه ما تفتهمون وهاي السيارة الرياضية بس اذا اوكي انت تحب الرياضية اكيد احبها بس مو اكثر من الرئاسية خلاص هذا رايي ثواني بس اقول لك شغلة تمامي نعم يا الحبيب شغلة لا لا خلاص خلاص انا احترم اراء الجمهور مشاهدين والسكوات انا مو بس رايي راح ازيد اسمعهم شغلة اوكي طيب ما اخذ عليهم جولات امير جولات لا لو ما غلطان امير ايه؟ شوف ايه هذا السيارة اسمع. بس الله الله بس ثواني الله شنو هالتركتر الله الله يبارك اسمع اسمع وين مع الطرب هذا اخي الاصلع هذه تبدل التايات والداخل لا امير خلاص مو متدون امير اجرب خلونا نجرب اجرب اثنينهم انت شنو تسمح لي اني نجرب السيارات اسمح لك تمام لو سمحت انه خل شباب خلونا نجرب يلا انزل دقيقه تمام شو تعالوا قفوا هنا حاول انك ما تجرحها اوكي اكيد ما راح المسها باي مكان ولا ادعمها شباب شويه ابتعدوا شباب عشان خلوني اخذ صوره نزلها على تويتر انزل يا اذبح لك خروف شباب تمام خروف او جمل اوكي تمام حمار خلاص بدي انزل على تويتر صاحب السياره اذبحك جمل لا تخاف اخويا حاول انك تغطي ال اترو نزل صورتك عم تطلع حلوه اترو ما اخذ اس اي من هنا صوره الكاميرا اترو نزلها شويه صاحب السياره ممكن تبتعد لو سمحت لا اخذت حمود بن يمين بدون كاميرا اوكي دبدوب يا الله تمام إيه؟ خليك قاعد غادي خليك اقول لك كرسي راح انكسر يا معوض خلي جالس خلي جالس خليني اترو هاد لازم من خلي يعصبها لان اذا ضج بالارض بنشي بالغلط بترج الدنيا شباب هذا هو خلونا نجرب هاي السيارة ايه حلوة حلوة يلا خلي خد دوشكا وياك او امير شو منو شباب خلونا نجرب السيارات ونشوف يلا يلا اركبوا تفضلي نادية يلا دوشكا ها راح تركبي قدام حلو مكان طيب شنو رايك الكرسي مو مريحة أهم شيء الصندوق أهم شيء الصندوق في الحياة الكرسي مو مريحة يا عدنان أهم شيء عنده الصندوق أي والله يلا ركب قلبي بس لا ينسحر والله حلو أمزين دوش كم مكان شنو لا كبير مريح. كبير الصندوق الكرسي مو مريحة ما عجبتني مريح أوكي ما عجبتني عدنان ريحته ريحته قديمة أنا لا ارتحت لأنه بالصندوق عريض يعني أنت مرتاح مرتاح بس أنت شوف الماكينة الله يعطيك وقف تمام هاب جسم نشوف الله يا شباب اخي خبل لا 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 والله الثانية احلى من شفت علي الماكينة هاي قال تعال هسه حمود تعال هسه تعال هسه تعال ابو جسم ثواني حس حمود يا الله شوف الماكينة تعال شوف هسه شوف هذا شباب
خلينا نفحص السياره مو حلو ضيقه مو مريحه شنو هذا فخامه لا 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 هذاك اضيق لا لا اترك السياره هسه اجيك اتركوها شباب هسه اجيكم امير هسه اجيكم لا تجي عدنان امير اترك السياره للبي ام غادي هسه اجيكم طيب امير امير ها امير او امير لا تفير دون فير فير اوكي يا رب يصير صبح يا طيب شباب شو تأكد من بنزين تأكد من بنزين ثلاث ارباع حلو ثلاث ارباع يا معبد يلا روح يا رب طيب شباب اربط الاحزمه مرابطين من خلف شلون السياره من الخلف ما عريضه كثير ما ادري ايش عادي طيب نادية انت خلينا نسال نادية نادية يمك على يمينك كيف الوضع كمقعد الامام الراكب الامام مريح ماشي حاله ضيق شوي شوف شوف يميدش اكو تليفون هذاك ماكو تليفون طيب ودوشك يمك لا لا عندي تليفوني الخاص بس شوف رجلي شوف ركبتي ركبتي الضربه بالمقعد ايدي ما اقدر افتح ايدي لا بس هذاك اضيق هذاك ضيق جدا تحكي الصراحه لا 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 هذا كافه يا جماعه لا لا فخامه والله والله فخامه خليه مانا سريعه لا واحد ركض يلحقنا 100 خلي تشوفه خلي تزحلط ما تزحلط فخامه هذا لا 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 تزحلط ما ولي 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 ولي. رحنا نوصل بيتنا بالفرام ها يلا شلونه اترى السياره ختياره والله اي والله ختياره اترى والله حلوه تكاستلت شباب والله دول بس هذا جدي من زمان بس العرابي بس العرابي يركبون هيك السيارات عرفت اترى هي شنو انا هي شنو هذا ستاربكس هي ستاربكس اي ما احب ستاربكس بس جالي من بيت شو اسوي بسم الله صحه على قلبكم طيبين عجبني ما اترى ما مع الاسف يعني ارجع ارجع نجرب الثاني اي والله ما والله الثاني من جوه تجنن طوالي بتقول ايام الاسود واخضر مع الاسف ما نقدر الجمعه تجدد اترى خلاص روح تجيب اي والله حموي هذا جدي من كان يروح يوم الجمعه هو واصدقائه يروح يلم الشله ويروح بهالسياره مو زين مو زين مو شيء حلو تتذكر هيك السيارات ما نوع قديم ابو داسم بيشوف اترى راسك شوي ويطلع من فوق ايه ليك ايه والله صح راسك ضارب شو اسمه يلا نادية مودي اعطوه من العده ب 50 سنتي ايه والله لازمني تراز رايد ليش باع حتى ما تعطل يا الله بس لا تقول وراها قد ضيق ما حبيت ايه ضيق ضيق كثر ما الباب ضيق ما قدرت تنزل أنا ما أطلع من السيارة أبقى هنا ما تروح أوكي أترى رعب قنانة الله الريحة ركبوا السيارة حمودي فورا هذاك السيارة هسه نجرب هسه 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 نجرب هسه يا عيني ولك اللي اليوم شو رابط له أوكي تمام أبو جاسم يلا بابا بعد بطلع أفتح تعال نحتفل هنا نحتفل هنا السيارة يا الله شوف ام بي ام باور شنو هاي شوف ام باور طيب اسمح لي ابو هيبه جوله في هذا السياره يلا شكرا قد مريحه السياره لا 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 ابدا قد مريحه السياره عدنا وراسك عدنا والله لازم هو انا اي والله لازم ضيق 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 لا ضيق شوي بس افرش لك طب طب بالمسجل هول قد مريحه السياره يا الله نادي شوي اعطيني مجال جمعات شوف لا لا والله الساعه 1 ثالث ورا ايه بساعه 1 ثالث وشوف اكو مساحه للرجلين حلو 12 سلندر اليمنى صح عدنان ما تقدر تطلع قلبي جوله واحده عشان عدنان انزل انت عنده يلا يلا اما تعرفوا شباب يا الله اسمع الطرب يا محمد اسمع اسمع يا طرب دقيقه خلي شوف اسمع الله اشطر يا الهي فخامة أقسم بالله. يلا عباقي تتركنا. شو شقد مريحة شباب. خلينا نسمع صوت شباب ثواني. بس ثواني. أرفع أرفع الصوت. اسمع. أها. يلا حس يلا يلا. حس حس ريشة عم تمشي مو سيارة ريشة.
فديت الفرامل الان. شوف 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 سيطرة سيطرة شوف شوف مو مثل هذي كنت تزحلق ثلاث مرات ثلاثة. شوف الجمال شوف الأناقة شوف الوجه محمد السيطرة شوف تن على الله. شوف يا الله باش كان مرتاح مو؟ كثير يا سلام هيك السيارة يا بقاش لك عدى باربعين وقت ما حد شد خلي شوف ما عندهم دوق أبو جاسم والله لا تعب لا عدو حد لا صدق الحقيقة خربت السيارة شباب ها قلبي ايه ان شاء الله توكلنا على الله. مبروك يا مبروك اخويا مبروك يلا مبروك 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 لا مش مبروك عليكم مبروك على شنو مبروك ادري فلوسي راد سيارة هذا شو بيك شنو شك القصة ضع امير امير عايزك تركتر اوكي يقول لنا سباق تركتر دي يلعبون هاي اللعبة اللي بالملاهي هيك سيارات لما يتضربون بعض شوف عميد لا حول ولا قوة اها شباب اخي يلا شو قررت نعم شو قررت بصراحه شوف النصرات شوف النصرات يمين شوف النصرات هذا راح يبقى لي 15 16 دولار هذا ما راح يبقى لي فلوس ان شاء الله بالمستقبل اجيب هذا ماكو فلوس اذا ادفع 80 الف لهذا ما يبقى لي فلوس بعدين راح ابقى جوعان يرادنا سياره نخسر سياره ندفع الايجارات ندفع حق المي كهرب حق السياره الصبخ لكم اكل مطعم مصاريف البيت مصاريف العائله مالتنا كلتنا ترتيب ملابس ما راح يبقى لنا كل شيء راح نموت نروح نقدي بس هذا راح يعطيني هو ب 65 الف يبقى لي 20 الف دولار بالجيب نقدر نتصرف به بالمستقبل وعد نشتري هذا ونشتري احدث نشتري ام 5 2022 همين بس مو هسه بعدين لازم اسرق مره جايه نسرق نوعدكم نسرق واحلى واحلى اخي ما عندي فلوس شباب لا حد يزعل انا بدي هذا السياره حاليا واجيك بالمستقبل اخذ هذا يلا اوكي تعال هنا هنا وصلني العقد حلو اوكي اوكي اقرا اقرا العقد اقرا العقد قبل ما تبصم صح 65 الف دولار يورو اوكي الله يبارك يا شباب يا ما شاء الله يا رب يا رب الله والله حلوه والله حلوه قبل ما تجيب الثاني والله بس كل مره اني اخذ راحتي عمر ما تزوج ثاني عدنا عدنا يا الله عطري سمعت مو صندوق صندوق واسع مرتاح يقول امزين انا مبسوط هاي السياره اخذت راحتي جنب الصندوق ايوه اخي راح نشتري فان فان قريبا ابو جاسم نشتري شباب لا تزعل والله نجيب سيارات اللي تريدون خلاص نسرق شباب بس نسرق والله العظيم باكر نضبط الوانها بس نسرق شباب اذا ما جبنا بيت رجعتنا يا الله ترى ايام ايه حمودي والله احسن مطور شوي شوف اه والله جاب الشارع جاب الشارع ما صار عاد اشكى شوفها
القاها بالشارع ما اسوي شيء. يابا لا ليش يابا ليش تهين البي ام؟ ايش بيها البي ام؟ ما مهين البي ام، هي هذه السياره بس شكلها نوعية. الله يرحم هات عطش قد غاليه. باكر باكر يمكن يمكن ان شاء الله راح نخطف من خلاص حكم تيفا 6 اشهر بداخل اللعبه، مو بالحقيقه داخل اللعبه 6 اشهر. يمكن باكر راح يطلعون تيفا وجماعته من السجن، راح اخطف واحد من جماعه تيفا وانتم تختارون، و اخطف بس لازم اول شيء عندي مسدس، لازم نشتري مسدس. فاشو راح نشتري مسدس؟ لازم لازمنا الفلوس. المسدس سعره 100000 دولار ما اعرف كم، ما اعرف والله كم، لا ما اعرف والله بصراحه، ولكن غاليه جدا. يحتاج مسدس كاتم الصوت عشان نقدر نخطف. اذا رحت على التيفا عصابته رفعت عليه سكين راح يقتلني، بس اذا رفعت عليه مسدس راح يخاف ويتبع الاوامر. فهذا يعني انه نحن نحتاج مسدس، والمسدس ما عدنا، يعني نحتاج مسدس، ومسدس سعره 50,000 دولار، ولازم نشتريها من عصابات ثانيه اللي نحن نثق فيهم، اللي بالجبل، عصابه الجبل. هذول العصابه اللي يحبون يثقون فينا. راح اروح عندهم باكر واشتري منهم سلاح، او اقول لهم انطوني مهمه وانا نسي المهمه وانطوني بالمقابل سلاح بدال الفلوس. جيب المسدس ونروح نخطف واحد من جماعه تيف، ونخطف ونطلب من جماعه تيف فلوس، او نقتل واحد فيهم. هذا كل ما فيه. حلقة جاية بالضبط، حلقة جاية طيبين راح يكون فيها حماس كثير. نطور السيارة. أترو نعم نطيني مفاتيح جرب شوي، جرب هاي السيارة بس هون جوات ال... والله بدخل المنطقة. اي ما اول يوم جوات المنطقة ما راح اطلع. انزعل كعب، انزعل كعب العالي. شو باكر انطيش ما اخاف اليوم تدعمين نفد نخلة تنزلي على راسنا.